هنا بمطار غريس بولاية معسكر يسعى أفراد الجيش والشرطة والحماية المدنية في مناورة مشتركة لسقوط طائر لاختبار مدى جاهزية عتادهم ونجاعته أثناء الحوادث والأزمات. شفنا يعني التدخل والتنسيق وكذلك تحويل المرضى والإسعافهم عين المكان كان في ظرف يعني وجيز، مما يدل على أن الجاهزية هذا مخطط. كذلك مصالح أمنية معسكر وضعت مخبر متنقل للشرطة العلمية على مستوى عين المكان لتطويق المكان، بالإضافة للتعرف على الضحايا مع رفع البصمات ومختلف العمليات التقنية. وقائع هذا التمرين كانت للوقوف على مدى جاهزية الأفراد والعتاد في التدخل انطلاقا من مركز العمليات ووصولا إلى المستشفيات. مناورة افتراضية المتمثلة في سقوط طائرة ركاب متبوعة بحريق، وذلك من أجل معرفة والوقوف على مدى جاهزية الوحدات العملياتية في مجابهة الكوارث المماثلة من خلال تسخير كافة الوسائل العضوية التقنية والبشرية. ثلاث أهداف كانت مسطرة وتم الوصول لها بنجاح، وهي أولا التنسيق، ثانيا السرعة في التنفيذ، ثالثا توفير كل الوسائل اللازمة لمثل هذه الحوادث. وتبقى مثل هذه التمارين الافتراضية ضرورية للإبقاء على العناصر والتجهيزات في حالة تأهب واستعداد دائم للحفاظ على سلامة المواطنين وممتلكاتهم.